الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، مصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمه مع كتاب الصلاه من سنن أبي داود. بلغنا إلى بناء أبواب المساجد، بلغنا إلى باب في بناء المسجد. روى المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، انظر هنا لتعلم كيف الزمانات المختلفة، كيف زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان الذي والزمان الذي نعيش فيه في هذا الباب، والله جل في علاه يعلم ما فيه. قال: ما أمرت بتشييد المساجد برفعها وعلاء بنائها وزخرفتها والاهتمام بفروشها وبألوانها من تحمير وتصفير وذهب وغير ذلك، وترى عمارها يقلون أو وإن كثروا لا يعقلون ويجهلون ولا يقيمون الإسلام، يعني معنى يريدون من الإسلام اسمه دون رسمه. نعم، قال الله تعالى في بروج مشيدة، وهي عالية المبنى. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه موقوفا: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، يعني الاهتمام فقط بالزخرفة، الاهتمام بالمنظر، الاهتمام بالشكل، الاهتمام بالهيئة، لا الاهتمام بإقامة السنة والاهتمام بكتاب الله جل وعلا، الاهتمام بمجالس العلم، الاهتمام بتحفيظ القرآن، الاهتمام بنشر السنة، هذا كله غير موجود. وقد جاءت هذه الأخبار يعني كوحي من بعض، لأن بعض ما يرى أن الموقوف هنا عن ابن عباس قد يكون له حكم الرفع. وهنا أيضا في مواكبة وموافقة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم، قال اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من غير اليهود والنصارى، فيكون هنا اعتبارا بموافقة أهل الكتاب، بموافقة أهل الكتاب على ذلك. والشوكاني يقول في قول ابن عباس: هذا حديث فيه معجزة ظاهرة، لأن السلام أخبر ما يحدث بعده في المساجد من المباهاة والزخرفة والتزويق والتحمير والتصفير، وأيضا يعني فهم الملوك والأمراء في هذا الزمان في القاهرة وفي الشام وبيت المقدس، يعني بعمارة المساجد بشكل بديع يأخذ به النظر. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على إنكار النبي صلى الله عليه وسلم الزخرفة وتشييد البناء في المساجد والاهتمام به شكلا لا موضوعا وظاهرا لا باطنا، فلذلك الإنسان كان ينكر ذلك. ففيه أيضا دلالة على أن تشييد المساجد ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة الكرام، فهذا من البدع التي ظهرت في زماننا، وهذه البدع نراها عظيمة لأنها تهدم الدين حقا. عليكم السلام وبركاته، تهدم الدين حقا، لأنها كما قلنا لما اهتمت بالتحمير والتصفير والتزويق وتشييد البناء والهيئة والمساحة دون باطنا. فسبحان الله، هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنه سيحدث في آخر الزمان. عليكم السلام وبركاته. ولذلك كان عند علمائنا
الأئمة الثلاثة مالك وشافعي وأحمد على بدعية تشييد المساجد والاهتمام بها دون اهتمام بأصلها وكينونتها. أما أبو حنيفة فقد قال المسألة سرد ولا إنكار فيها، وقال بجواز تشييد المساجد حيث قال بأنه يعني ناسب أن تزغرف المساجد صونا لها عن الاستهانة، وهذا كلام خطأ. ولذلك يتعبق عقب العلماء على هذا الكلام بأن إن كان الحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما قالوا إن كان الخشية شغل بال المصلي بالزخرفة فلا، ومن جملة ما عول عليه المجاوزون والتزيين بأن السلف لم يحصل منهم الإنكار على من فعل ذلك، وبأنه بدعة مستحسنة، وبأنه مرغب إلى المسجد، وهذه حجج لا يعول عليها ولا يعول عليها من له مسك من الفهم ودقة النظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن التزيين هذا من المباهات، والمباهاة به هذا من نوع علامات الساعة، هي من علامات الساعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المباهاة بالتشييد تشييد البناء والمفخرة به أيضا من صنع يهود النصارى، ففيه المشابهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من شبه بقوم فهو منهم، حشر معهم. وترى أنه لا بد من الظاهر أن يكون كالباطن، فالتشييد هذا هو بدعي. أحسن الله عليكم، التشييد بدعي. وأنت ترى الآن تشييد عجيب جدا يجمع بين كما يقولون الأديان والدين عند الله واحد، لا تسمت أديان في الدنيا هذه التي نعيشها إلا دين واحد. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فأن ترى من يقول بتشييد البنايات للأديان هذه بعيدة عن دين الإسلام وعن عقائد أهل الإسلام وعن عقائد السلف مرة واحدة. فتشييد البناء في المساجد والتزيين، وترى يعني يأتون بنجف، النجف هذا في المسجد بمليارات، نجف في المسجد بمليارات، والأمة بأسرها تحتاج إلى دولارات مش مليارات، يعني عشرات مش مليارات، وتنفق هذه المليارات في نجف في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يأبى على ذلك وينهى عن ذلك ويزجي عن ذلك ويقول أن هذا من فعل اليهود والنصارى، والتزيين والتسفير والتحمير والاهتمام بكتابة الآيات على الجدران وكتابة الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من البدع، وهذه ملهات للصلاة، ملهات لمن يصلي في هذا المكان. هذه من علامات الساعة، هذه من علامات الساعة، تزيين المساجد وتشييد المساجد من علامات الساعة. وأما القول بأن العلماء علماء السلف رأوا هذا التزيين والتشييد من بني العباس أو بني أمية، والعلماء سكتوا تقية، يعني سكتوا لأن الأمر كان فيه من المظالم ما فيه، وكان فيه من البطش ما فيه، فسكت العلماء سكوتا ليس من السكوت الرضا. ولنا القاعدة التي قالها الإمام الشافعي: لا ينسب لساكت القول، لا ينسب لساكت القول. وقد قام بعض العلماء ببيان أن هذا كله من علامات الساعة، وأنه فيه مضاهاة لما كان من أهل الكتاب اليهود والنصارى. ودعوى بأنها بدعة مستحسنة، هذا تأصيل أهل البدع والضلالات، هذا التأصيل وتأصيل أهل البدع والضلالات، لأن البدعة ضلالة في كل أحوالها، البدعة ضلالة، وليست البدعة فيها ما فيها من السنة، البدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، كل نص في العموم. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول: كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. نعم، البدعة قاتلة، البدعة مميتة. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما قال: كبروا 100، هللوا 100 الرجل، قال له ابن مسعود: أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، مفتتح باب الضلالة. وأما ما تراه من النقوش، وما تراه من كتابة الآيات، وما تراه من كتابة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه من البدع الضلالات، وكل هذه من الزخرفة التي تذهب بعقول المصلين، والتي فيها من اللهو، وفيها من الإلهاء.
إلهاء المصلين، جزاكم الله خير، إلهاء المصلين عن صلاتهم التي هي أهم ما تكون. وقلنا بأن وجهة أبي حنيفة إن كانت تحترم على أساس أنه قال بجواز التشييد والزخرفة لتعظيم المساجد، هي وجهة يعني هذه مصلحة في جانب مفسدة أعظم بكثير، هذه مصلحة في جانب مفسدة أعظم بكثير، وهذا ليس من فعل السلف، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقول ابن عباس على من رآه أنه له حكم الرفع في هذا، أنه يقول بأنه بدعة، ويقول لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. نعم، وهذه معناها على الذم، هو الآن فيها ذم. ولذلك علماءنا أجمعوا على أن تزويق المساجد تحسنها بالتصفير والتحمير إن ألهت المصلي، فأنها إما على التحريم وإما على الكراهة الشديدة. ناهيك على أن التشييد والرفع دي في تدخل في الرياء والسمعة، فهذا أيضا محرم، بالرياء والسمعة في ما فيه من الكبيرة من الكبائر، لأنه فيه شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخشى عليكم الشرك الخفي كدبيب النمل، الرياء من رأى الله به ومن سمع الله به. بناء المساجد فهو الخير كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وقد بنى عثمان بن عفان ووسع المسجد النبوي عملا بهذا الحديث، من بنى لله مسجدا ولو كما فحص قطاه بنى الله له مثله في الجنة. وقد قال بعض العلماء بأنه يجوز تشييد البناء وزخرفة تعظيم، كما قال أبو حنيفة. قلنا بأن قول ابن عباس دليل ظاهر جدا، لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود. وأيضا لا يجوز بناء المساجد، يعني من الأداب هنا لا يجوز بناء المساجد أيضا، أيوة، فلا يجوز بناء المساجد بالمال الحرام من أموال الربا وغيره. ولذلك شوف حتى مشرك العرب أهل مكة تحاشوا أن يفعلوا ذلك. لما هدمت الكعبة أرادوا بناها، ففي بنائها كانت الأموال تقاصرت النفقة الحلال، مع أن معهم مال كثير من الربا، لكنهم ما أدخلوه في بناء الكعبة. ولذلك 6 أذرع من الكعبة لم تدخل في الكعبة، في بناء الكعبة. والسؤال لما 6 أذرع لما لم تدخل في الكعبة؟ لم تدخل لأمر معلوم، هو أن المال الذي بأيديهم مال حرام، فلذلك لم يدخلوه. وأيضا ولو كان هناك أوقاف مال وقف، لا يجوز أيضا بناء المسجد به، لا يجوز بناء المسجد به. في بناء المساجد عبد الله بن الزبير أيضا بنى الكعبة وشهدها على قوائم إبراهيم على ما سمع من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا خير، هذا صحيح، لكنه كما قلنا الاهتمام بالمساجد دون الزخرفة، لأن الزخرفة ليست من فعل السلف وليس أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من علامات الساعة، من علامات الساعة، فيه إلهاء دون. وهذا أيضا فيه تشجيع لمن ينظر للإسلام ظاهرا لا باطنا. وهذا الأمر فيه شدة، لأنه حاول كثير ممن يفعل ذلك، أراد الرشيد أو المهدي أو المنصور، يعني إعادة الكعبة مرة ثانية بعد ما هدمها عبد الملك بن مروان بعدما قتل عبد الله بن الزبير. فنشده مالك وقال له أخشى أن يصير ملعبها للملوك. وقد قال بعض العلماء نعم الإنكار على التشييد وارد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لكلام ابن عباس، لكن الإنكار على الإطلاق فيه نظر، لأنه قد ورد من الصحابة الكرام من شيد كعثمان بن عفان كعبد الله بن الزبير، قلنا بنى ولا شيد ولا اهتم بالتزيين والزينة في المسجد التي تلهي المصلين، ولا يكون ويكون مفرغا من أصله الأصيل الذي من أجله يعني قد شرع الله جل في علاه الشرع ذلك به، وهذه مسألة من الأهمية بمكان.
وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدث محمد بن عبد الله الخزاعي، حدث حماد بن سلمة جليل القدر وكان عالما نبيلا، نعم، تغير بآخرة، رأى له مسلم مقرونا، البخاري مقرونا، ومسلم أصحاب السنن، كان شديدا على أهل البدعة. لذلك قال يحيى بن معين: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد، عن أنس بن مالك، وأنس من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وقتادة أيضا معطوفا عن أبي متابع أبي قلابة، وقتادة عن أنس، والجدة قتادة عن أنس، ولأنه أزد نفس أنس أيضا. يا جماعة الأسئلة تكون بعد الدرس إن شاء الله، سأفعل ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، هو دلالة واضحة جدا، والسياق سياق إنكاره الآن، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. فهذه علامة من علامات الساعة، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على النهي، ففيها الفخار وهم يجلسون، وفيها إشارة إلى أمين، وفيها الإشارة إلى 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 البدع والضلالات، وفيها الإشارة إلى الرياء والسمعة. فالإنكار من أكثر من وجه، ففيها الجلوس في المجالس والتباهي والافتخار ببناء المساجد، وهذه كما قلنا سبيل للرياء والسمعة، فهي سبيل كبير للرياء والسمعة. وفيها أيضا مشابهة أهل الكتاب أهل الكفر، فمشابهة أهل الكتاب أيضا مذمومة وليست ممدوحة، فهم يتفخرون في بناء المساجد كما يتفخر كل واحد بمسجده ويسميه ويكتب عليه اسمه واسم أجداده وأبائه، نعم، ويرفع ما فيه الأذان ويشيد البناء ويحمر ويصفر ويزوق، وبعد ذلك اجتلابا للدعوات والمدحات الممدوحة، وأيضا للذكر بين الناس. وفي مسند أبي يعلى وصحيح مسلم من طريق أبي قلابة أن أنس قال: سمعته يقول: يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد كما لا يعمرونها إلا قليلا. شوف انظر هنا، فقال يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. صارت المساجد أيضا سياحة، يصور البنى، يصور ما فيه، وهي هذا تباهي. والتباهي صراحة في آخر الزمان على علامات الساعة، تباهي في نوعين: تباهي بتشييد البناء والتحمير والتصفير والتكلفة العالية جدا، وتباهي بالكثرة، يكثر من بناء المساجد مثلا، فهذا أيضا فيه تباهي، فهذا أيضا من التباهي، هذا أيضا من التباهي. فنسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة، ونسأل الله جل وعلا ألا يعملنا بما نحن أهل له، وأن يغفر لنا التقصير، وأن يغفر لنا يعني عدم الأمر معروف والنهي عن المنكر، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات التي نعيش فيها ليل نهار، ونستغفر الله من الفتنة التي عصفت بنا، وهو أرحم الراحمين. اللهم أمين رب العالمين. الفوائد المستنبطة: هذه الأمة ستتبع سنن الذين من قبلهم من أهل الكتاب ومن اليهود والنصارى، وهذا ذم وليس فيه إقرار، لأن النبي قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إنكارا قال: ومن وجد في هذه الأمة من يعني ينكح أمة، ولو وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. من فتن آخر الزمان الاهتمام باسم الإسلام، من فتن هذا الزمان الاهتمام باسم الإسلام لا برسم الإسلام، الاهتمام باسم الإسلام لا برسم الإسلام. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. لو في أسئلة سريعا فأكون تحت الأمر إن شاء الله لأجهز الوقف، لأن الوقف وقف محدد وله ناظر، فلا يجوز وضعها في غير ما وقفت عليه. عليه السلام كاته: هل المنابر العالية بدعة منكرة؟ نعم، بدعة منكرة، وهي تدخل نعم تدخل في علامات الساعة. علو المنبر بهذه الطريقة وتشييده كان من بني أمية، ما يعرف السلف هذا الكلام. منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان درجات ثلاثة،
هل تترك الصلاة في المساجد التي بها بعض البدع؟ لا، لا تترك، لا تترك، بل كسر البدعة هو الأهم، يعني يذهب إليه وتكسر البدعة. والمساجد بنيت لتعمر، حكم جلوس التعزية في المسجد إن كانت جاءت وفاقا لا قصدا ليس فيها شيء، إن كانت قصدا فهذا ليس معهودا عن السلف. هل لو وضعت مال في المسجد وحدث فيه زخرفة هل عليها اسم؟ لابد إن وضعت المال في المسجد تعلمي هذا المسجد إذا بني أو شيد كيف يشيد، وإذا شيد من الذي سيهتم به، من الذي سيقوم فيه، هل الذين يقومون بالسنة أم الذين سيبتدعون في دين الله جل في علاه؟ بالنسبة للكراهة والتحريم، جمهور الفقهاء قالوا بالكراهة ما قالوا بالتحريم، وأدين الله بالتحريم، وأدين الله بالتحريم، هذا محرم لأنه واقع لا محالة أنه سيلهي كل المصلين على ذلك. الله المستعان. إلى شعب الإيمان وقفنا إلى قول على ذلك، سنقول أنه اجتهد الجزم أهل الكفر طيب ودعوتهم. ما في ما أنا على صفحاتي لست على طريق التوبة ولم أجد أي سؤال أشرف. أبو بكر أحمد بن حسين الأهوازي الصوفي يقول سمعت أبا الفضل عبد الله ابن عبيد الله يقول سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول المسجد كان به نجف وكذا ما يلهي هو فقط تبذير طبعا، وفيه ويدخل في الكراهة شديدة لأنه وسيلة إلى إلهاء الناس عن الصلاة. ما أنا مش شايف أسئلة أشرف، أنا ببحث مش شايف، لم أرى. اكتب لي الأسئلة الآن بعد ما خلص هذا سأجيبك، لأنه أيضا الأخ الفاضل الأستاذ محمود رشدي أبوه سيجري عملية في القلب قسطرة كمان الساعة، فأريد أن أذهب إليه سريعا أطمئنه بعد ذلك أجهز نفسي للسفر. فالإخوة يعني تساعدني بأن لو في أسئلة يجمعوا الأسئلة في مكان واحد وأجيب عليها سريعا، أنا بقى مش باحث أذهب يمينا يسارا فوق تحت أذهب يعني ونقب، لأنه أكيد وقتي يعلم الله به، فكونوا خير عون لي في هذا الباب. رضي الله عنك. أشكرك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.